في الوقت الذي تحتل فيه مصر مكانا دائما في تقارير المنظمات الدولية كواحدة من بين أبرز منتهكي حقوق الإنسان في العالم، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة نيلسون مانديلا للسلام والتي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعا إلى احترام قيم حقوق الإنسان في العالم، مخاطبا المشاركين في قمة مانديلا بقوله: إننا اليوم في أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها. إننا اليوم في أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، والقضاء على الفقر والأوبئة وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة بهدف الارتقاء بالإنسان وتحقيق تطلعاته في التنمية المستدامة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي. أرحب بك معنا سيد منشاوي. كما ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن أيضا الدكتور صفي الدين حامد أستاذ العلوم السياسية. أرحب بك معنا دكتور صفي. وأبدأ مع السيد المنشاوي، لكن قبل ذلك دعوني أيضا أرحب بالسيد أندرو ميلر نائب مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، هو معي من واشنطن أيضا عبر الأقمار الصناعية. وأبدأ معك سيد منشاوي فيما يخص كلام عبد الفتاح السيسي عن حقوق الإنسان، احترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، تعزيز الحكم الرشيد، إلى أي مدى يتناسب هذا الكلام مع ملف نظام السيسي فيما يخص حقوق الإنسان؟ بالطبع ما ذكره الرئيس السيسي أمس عن هذه القضايا الهامة، طبعا حقوق الإنسان والحكم الرشيد وخلافه، يدعو للسخرية. النظام المصري سجله رديء بكل المعايير الدولية الحكومية والغير حكومية، كل المنظمات الدولية المعنية بهذه الشؤون، شؤون الحوكمة وملفات حقوق الإنسان، حريات الصحافة، كلها تعطي مصر ترتيبا متدنيا جدا أسوة بدول العالم. لكن ما شاهدناه بالأمس هو تقليد غير جديد على فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أنا غطيت بعض هذه الفعاليات لسنوات طويلة، وهي مكلمة كبيرة جدا يجتمع بها زعماء العالم، وهي حملات علاقات عامة لمدة عدة أيام بسيطة، وبعدها يذهب كل إلى بيته وكأن شيئا لم يحدث. فالسيسي أمس كانت حدث الرأي العام العالمي أو من يهتم بها، وتحدث عن دولة أخرى في خياله غير موجودة، وعن سجل ناصع غير موجود، ودعا العالم للالتزام بهذه المعايير العالمية الجميلة مثل حقوق الإنسان واحترام الحريات والحوكمة، وهو منها مفلس لا يطبقها في بلده الأصل مصر، والكل يعرف هذا. لكنها كما ذكرت هي مكلمة كبيرة دولية تحدث كل عام. سيد ميلر، يعني اسمح لي، هل تعتقد أن السيسي كان مقنعا عندما تحدث يعني في قمة نيلسون مانديلا للسلام، مخاطبا من حوله، مخاطبا الغرب، مخاطبا من يهتمون بنيلسون مانديلا وبالسلام وبحقوق الإنسان، عندما قال أننا نبحث عن تعزيز فرص حقوق الإنسان وتعزيز فرص الحكم الرشيد، هل كان مقنعا؟ هل سيصدق؟ No, I mean, I think as, لا على الإطلاق. وأنا أعتقد أن السيد المنشاوي محق فيما ذكره أو الضيف من واشنطن بأن هنالك فجوة كبيرة جدا بين خطاب السيسي والحقيقة على الأرض في مصر. نعم، هو يتحدث عن احترامه لحقوق الإنسان، ولكن هناك أكثر من 60,000 معتقل سياسي في السجون المصرية، والتعذيب هو ممارسة مطبقة. وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة كل المرشحين ذوي المصداقية تم تنحيتهم جانبا، ولذلك هذه الدولة أو هذه الحكومة لا تحترم حقوق الإنسان على الإطلاق، ولا يوجد أي تحسن على مستوى الحكم الرشيد في
مصر، فالبنية التحتية في متردية جدا، ومنذ وصول السيسي إلى سدة الحكم والتضخم وصل إلى أرقام مزدوجة والفساد متجذر، وكذلك البطالة في صفوف الشباب مرتفعة جدا، وهنالك نقص في احتياجات وسلع أساسية مثل الدواء وغيرها. ولذلك لا نستطيع أن نقول أن هنالك احترام لحقوق الإنسان ولا حكم رشيد في مصر، وما يحدث وما يقال من كلام أو خطاب هو خطاب أجوف، ولا أعتقد أنه مقنع على الإطلاق لمن يستمعون إليه، خصوصا في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا أعتقد أن الدول الغربية يمكن أن تصدق مثل هذا الخطاب. لكن دكتور صفي، يبدو أن هناك يعني على الأقل اتفاق من قبل ضيفي الكريمين على أن كلام السيسي لن يكون مقنعا عندما يقارن بواقع مصر في ملف حقوق الإنسان، في ملف الحكم الرشيد. إذن ما الهدف من يعني كلام السيسي من وجهة نظرك؟ لمن يرسل هذه الرسائل؟ الحقيقة أنا يعني حياتي لك وللمشاهدين جميعا، وعاوز يعني الجميع يرى الأربع دقائق والخمس دقائق مرة، أنا شاهدتها مرتين، من ناحية يعني المتحدث ومن ناحية الحديث نفسه أو مضمون الرسالة اللي قدمها السيسي، وما بين الحاضرين. أولا الحاضرين كانوا منشغلين تماما تقريبا عن حضور قليل جدا، كثير من الوفود لم يحضروا، ولذلك القاعة نصف فارغة. بعض الناس حتى اللي حاضرين مشغولين يعني بالتليفون المحمول معهم، حتى منهم عباس كامل نفسه، والباقيين غير منتبهين. انا يعني بقارن هذا بما حدث في الستينات لما جمال عبد الناصر كان اول رئيس يحضر الى الامم المتحده، لان الملك فاروق واللواء محمد نجيب ما حضروش اطلاقا. الاقبال العالمي اللي كان يعني ما كانش في القاعه مكان للانسان الحضور. نتكلم بقى على الشيء الآخر، على الشيء الآخر الـ يعني الحاضرين ما كانوش منتبهين. الرسالة بتاعته أنا لو منه كنت يعني أرفض الشخص اللي كتب هذه الرسالة. أنا مش مصدق إن في أساتذة إعلام وإعلاميين جيدين، لأن هذه عبارة عن شخص جلس على محضر الجلسات بتاعة العام القادم وشاف كل الموضوعات ووضعها في قائمة كأن تلميذ بليد في الابتدائي بيعمل بالضبط المشكلة بتاعة الحفظ والصم وإعادة ما هو يعني فهمه أو وجده في الكتاب. يعني الحقيقة عبارة عن رؤوس أقلام وموضوعات لم يعطي أي رؤية عن كل هذه الأشياء. يعني أنت جاي هنا لتسمع يعني أن أنت حفظت، ولا جاي تقدم رؤية لمصر اللي هي ممثلة لإفريقيا، ممثلة للعرب، ممثلة للإسلام؟ لم يقدم أي رؤية، وعبارة عن لست قائمة طويلة سمعها أمام الحاضرين اللي هم كانوا مش منتبهين أصلا، وبلغة عربية يعني الحقيقة يعني نعم. ليست فوق المستوى الشكوى. ابقى معي دكتور صفي، انضم الينا عبر الهاتف من القاهره الان السيد سليمان جود الكاتب الصحفي. سيد سليمان، يبدو ان جميع ضيوف اتفقوا على ان السيسي بالتاكيد غير مقنع وغير صادق في حديثه عن تعزيز قيم حقوق الانسان والحكم الرشيد لو قارنا كلامه بافعاله في مصر على الارض. هل لك راي اخر في هذا السياق؟ يعني طبعا لي رأي آخر، وأنا أستغرب إن من ضيوفك إنه يقال هذا الكلام عن كلمة الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، لأنه يعني أي منصف لابد أن يتوقف أمام كلام الرئيس عن قضية حقوق الإنسان تحديدا، لأنه ومنذ فترة وليس منذ اليوم فقط أو منذ إلقاء خطابه هو يركز على أن حقوق الإنسان لها مفهوم عام وشامل وليست فقط حرية التعبير عن الرأي. حقوق الإنسان تشمل حقه في التعليم وحقه في الصحة وحقه في السكن وحقه إلى آخره، وهذا ما يركز عليه الرئيس. ودليل تركيزه هنا أنا أسأل يعني أسوق دليلين لعلهما يقنع ضيوفك. الدليل الأول أنه في خطاب الرئيس أو خطاب التنصيب للرئيس من 2 يونيو الماضي جعل التعليم والصحة على رأس أولوياته على مدى 4 سنوات قادمة. الدليل الثاني أن من بين
المسؤولين مع الرئيس في الذين سافروا مع الرئيس وزيرة الصحة، ولتعرض هناك أمام العالم كله تجربة مصر في القضاء على فيروس سي. هذه تجربة رائدة بشهادة منظمة الصحة العالمية نفسها، ويعني أستغرب أيضا نتجاهل ضيوفك الإشارة إلى هذه التجربة الرائدة التي استطاعت مصر. يعني يا سيد سليمان، أنا لن أحدثك عن ما نعرضه نحن في الجزيرة. سيد سليمان، تجربة تستحق هذا للرئيس وليس ولا اسمع يعني لو سمحت سيد سليمان، انت اذا تابعت المواقع المصريه وهي القريبه من السلطه، وكل المواقع والصحف المصريه هي الان قريبه من السلطه، وشفت صور دخول التلاميذ والاطفال اول يوم مدارس، هم مش لاقيين بالمصري تخته والدكك يقعدوا عليها يعني للعمليه التعليميه عشان ينتبهوا، والتكدس داخل الفصول اللي وزير التعليم بيتكلم عن 80 طالب في الصف في الفصل الواحد، اما عن يعني عن الصحه فحدث ولا حرج يعني، وما ما حدث في احدى المحافظات من موت عدد كبير بسبب اشكاليات خاصه بغسيل الكلى، فاين ما تتحدث عنه من ان الصحه والتعليم الان هي يعني في المقدمه، واني حبس 60,000 مصري ما فهمش مشكله طالما ان في صحه وتعليم والدنيا ماشيه يعني. أستاذ أحمد، يعني عشان تتكلم عن وفاة ثلاثة من المرضى في مستشفى دير بنجم قبل أسبوعين، هذا حدث مؤسف ولا أحد يتمناه ولا أحد يوافق عليه، ولكن في المقابل عليك أن تذكر أمامه تجربة مصر في القضاء على فيروس سي حتى تكون الصورة موضوعية ومنصفة. نمرة اثنين، عندما تتكلم عن المدارس وعن الزحام فيها وعدم وجود تخته إلى آخره، فأنا عندما ذكرت لك منذ قليل أن الرئيس جعل التعليم أولوية بالنسبة له، كنت أقول لك أنه يعني ذكر هذا الكلام في 2 يونيو الماضي، يعني من 3 شهور. أيوة، يعني ننتظر 4-5 سنوات كمان تجيني نتيجة عملك في التعليم. يعني هو حتى في الفترة الأولى، ما هو أنت ناس يا سيد سليمان أن الرئيس أنهى فترة رئاسية أولى له؟ يبدو أنك هل أنت سيد سليمان واخد بالك أن عبد الفتاح السيسي أنهى فترة رئاسية كاملة له 4 سنوات وهو في السنة الخامسة، مصر في المرتبة 118 في ذيل الدول فيما يخص جودة العملية التعليمية، هكذا المنظمات الدولية تتحدث، لكن على حال هي وجهة نظر. ابقى معي سيد سليمان سأعود إليك. لكن سيد ميلر، يبدو حتى لو حضرتك كنت قلت في الأول أن الكلام عن حقوق الإنسان وعن الحكم الرشيد مش مقنع من عبد الفتاح السيسي، لكن يبدو أنه عنده كلام مقنع خاص بالإرهاب ومواجهة الإرهاب، خاص بفكرة أنه هو يقف حجر عثرة أمام الهجرة غير الشرعية التي كانت من الممكن أن تتجه إلى أوروبا بالآلاف بل بالملايين لولا أن هناك حكومة واعية لهذا ونظام واعي لذلك في مصر. سيد ميلر، I think it's difficult to make the case. أعتقد أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن أن السيسي حقق إنجازا ملحوظا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. حقيقة الأمر أن المتمردين التابعون لتنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء هم متواجدون، وهذه كانت أولوية بالنسبة للدولة، وقد مضى على مكافحة الإرهاب في سيناء 6 سنوات، فلذلك هؤلاء المتمردون يصل عددهم إلى ما يزيد عن 1200 عنصر، ولذلك كم سيتطلب الوقت للسيسي وجيشه القضاء على هذه الشرذمة أو هذه الزمرة القليلة؟ طبعا من المتوقع ورأينا في السنوات الماضية هجمات إرهابية استهدفت كنائس الأقباط وكذلك بعض المنشآت الحيوية، ولا أعتقد أن ثمة تقدم ملحوظ على صعيد مكافحة الإرهاب. نعم، هنالك قلق متنامي بأن قمع المعارضة أدى إلى زيادة الإرهاب والعمل الإرهابي، سيما وأن
كثير من الذين زج فيهم في السجون ربما ينحون نحو التطرف، ولذلك أي ادعاء أو زعم بأن السيسي كافح الإرهاب فهذا قد يأتي بنتائج عكسية تزيد الإرهابيين. كذلك فيما يتعلق بوقف حركة المهاجرين عالم، يمكن القول أن مصر حققت بعض النجاح في مكافحة والتصدي لحركة الهجرة غير الشرعية، لكن إعلاء الوضع الأمني هذا ربما ينبئ بأن الحكومة المصرية ربما تفقد سيطرتها على بعض الجوانب، وهذا قد يؤدي إلى تدفق موجات وموجات من المهاجرين تفوق قدرة مصر على التصدي لها، وهذا ربما يزيد من تدفق المهاجرين باتجاه الدول الأوروبية والتي وصلتها الآلاف والآلاف من المهاجرين من دول مثل سوريا والعراق وغيرها من دول الصراع. سيد منشاوي، دعني أعود لما ذكره السيد سليمان جودة من القاهرة، إني يجب على بلدان العالم أن تتفهم أن السيسي لديه رؤية مختلفة لفكرة حقوق الإنسان. هو يرى حقوق الإنسان من الجانب من زاوية التعليم، من زاوية الصحة، يعني هذه الأمور مقدمة على زاوية يعني أن تكون هناك إعلام حر أو يعني مساحات سياسية حرة. ما رأيك في هذا الطرح؟ مع كل التقدير للأستاذ سليمان، هذا طرح عفى عليه الزمن. الاختباء وراء هذه القيم الإنسانية النبيلة مثل توفير صحة أو مسكن أو مأكل بالطبع لا أحد لن يعترض أحد، لكن الإطار العام العالمي الذي نتحدث فيه مختلف تماما. لا يستطيع أحد أو أي نظام أن يحقق تحسن في العملية التعليمية والصحية والإسكانية والمواصلات دون التمتع بالحريات. الحرية هي المدخل الرئيسي لتحسين كل الأوضاع المعيشية للمصريين وغير المصريين. الدول الأكثر تقدما في هذه المجالات المادية البحتة مثل الرعاية الصحية والتعليم وخلافه هي دول متقدمة فيها حريات. هناك مسؤولية من الحاكم أمام المحكومين واختيارات حرة للحكام للمحكومين ومساءلتهم على كل شيء. هذا لا يحدث في مصر. هذا هو لب الموضوع، الاختباء وراء هذه المعايير الجادة الجيدة، لكن لا أحد يذكر لماذا تقدمت هذه الدول وأصبحت على قمة الهرم الدولي في مجال التعليم والصحة. الأساس الوحيد، وأنا لا أخترع هذا، هو موجود وموثق والخبرة العالمية تشهد بذلك. الحريات عندما يكون هناك مجتمع حر يعني يكون هناك مساءلة، يعني يكون هناك غياب المحسوبية والشفافية موجودة ومحاسبة الحاكم. هذا لا يحدث في مصر، ولذلك ستبقى متخلفة في هذه المجالات الصحية والتعليمية وغيرها طالما بقت الحريات السياسية غير متوفرة. طيب دكتور صفي، يبدو أن السيسي متفهم من وجهة نظر البعض أن الغرب عموما والولايات المتحدة الأمريكية في ظل نظام ترامب بخصوصا لا تهتم بمسألة حقوق الإنسان، وأي كلام في هذا السياق لا يهم، لكن تهتم بأمور أخرى خاصة بأمن إسرائيل، خاصة بأن الجيش هو الذي يحكم، خاصة بمقاومة مسألة الهجرة غير القانونية. هل تعتقد ذلك أن السيسي ونظام السيسي فهم العقلية الغربية وتعامل معها على هذا الأساس؟ بالطبع نعم، يعني لكن أنا عاوز أقول السيسي لم يكن في زيارة لأمريكا، هو المفروض دي زيارة للأمم المتحدة، المفروض أنه بيخاطب شعوب الأرض كلها أو دول رؤساء الدول في 199 دولة أو شيء. فيعني هذا الخطاب الرقيق اللي هو بيكرر فيه كلمة حقوق الإنسان، والكل من الجالسين يعلموا أنه أكثر واحد دمر حقوق الإنسان في تقريبا في الشرق الأوسط، يعني غير 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 مقنع على الإطلاق. هو فعلا إذا كان بنتكلم على حوار وراء الأبواب المغلقة، هو وإسرائيل والرئيس ترامب والإمارات يعني في تفاهم وتناسق وتناغم في المؤامرة اللي هي بيدبروها صفقة القرن وخلافه يعني. لكن هو أنا عاوز بس أرد شيء على الأستاذ سليمان برضو مع احترامي له. أولا التقدم في مسألة
موضوع المرض اللي في مصر اللي هو الفيروس سي. اولا ده كان يعني مساهمه من المعونه الامريكيه، وانا فعلا كنت استاذ في جامعه تكساس وحضرت لكن كله كانت جاء من امريكا وليس انجاز من، وده كان من ايام حسني مبارك بدات هذه المفاوضات، وكليه الطب في جامعه تكساس هي اللي قدمت كل الابحاث وكل شيء، فيعني ليس من حق السيسي النهارده يتفاخر به على الاطلاق، هذا طيب. انجاز من قبله وكله انجاز امريكي عموما. استاذ سليمان جودل، يعني بعض المحللين السياسيين يقول ان السيسي يعني مستريح لانه ضامن رضا يعني الرئيس الامريكي ترامب، ضامن رضا من نتنياهو اللي المفترض يقابله خلال الساعات القليله القادمه، عنده رضا ما من بعض القوى الاقليميه المملكه العربيه السعوديه والامارات، وبالتالي بعد ذلك لا شيء يعني لا شيء يهتم به لانه هذه القوى الاقليميه والدوليه كفيله بان تحفظ له كرسيه لسنوات طويله حتى بعد 2022. ايه رايك؟ لا انا اختلف مع ده تماما، لانه يعني الرئيس لم يذهب الى نيويورك لينال رضا ترامب. العلاقات بين الولايات المتحده الامريكيه وبين مصر علاقات قديمه واستراتيجيه ولها قواعدها ومبادئها اللي هي عابره حتى فوق الحكام انفسهم. نمره اثنين علاقتنا باسرائيل علاقه محكومه باتفاقيه او معاهده السلام الموقعه في 79، ولها هذه ايضا لها قواعدها ومبادئها الراسخة والثابتة واللي بيحترمها الطرفين، وكذلك علاقة القاهرة بأي عاصمة أخرى. المسألة أنه الحاكم خصوصا الرئيس السيسي هو يبحث عن رضا شعبه وليس عن رضا الأمريكان والإسرائيليين ولا رضا أي عاصمة أخرى، وأعتقد أنه يعني بيعمل في هذا الاتجاه ولديه قناعة بأنه على الطريق الصحيح. 60,000 معتقل في السجون المصرية، وترى أن عبد الفتاح السيسي على الطريق الصحيح سيد سليمان؟ يعني اولا انا يعني استاذ احمد عايز بس لما حضرتك تقول هذا الرقم او احد يفكر، مش انا اللي بقول الرقم ده، دي الامم المتحده اللي بتقول هذا الرقم، ده المفوضيه الساميه لحقوق الانسان هي من تحدثت عن ذلك. نمره اثنين، ما ينفعش تقول على واحد حكم امام قضاء طبيعي وحصل على حكم من القضاء انه معتقل، يعني هذا ايضا تسميه الاشياء بغير مسمياتها. مش انا اللي بقول كده يا استاذ سليمان، من بيته ويرمى في السجن دون محاكمه، هؤلاء جميعا حكموا او في انتظار المحاكمه، وبالتالي لا يمكن ان تطلق عليهم على حال. مره ثانيه للتاكيد وللتصحيح، انا لا اقول هذا الكلام من عندياتي، من قال هذا هي المفوضيه الساميه لحقوق الانسان عندما حتى اتهمت القضاء المصري بانه مسيس ويعطي الاعدامات بلا اي سند ولا يوجد هناك عداله، ويعني تحدثت حتى عن موضوع رابعه العدويه ومن قتل فيها، هكذا ايضا هيومن رايتس ووتش وغيرها ومنظمه العفو الدوليه، وبالتالي هذا الكلام ليس من عندياتي انا يا استاذ سليمان، لكن ابقى معي على يد حال. سيد ميلر، فيما يخص مسألة المصلحة، يعني يبدو أن لا أحد في العالم الغربي وفي الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا يهتم بمسألة حقوق الإنسان في مصر. السيسي يقدم لهم ما يطلبون سواء فيما يخص أمن إسرائيل، سواء فيما يخص أو مسألة الإرهاب والحديث عن التخلص من جماعة الإخوان المسلمين، فهو عارف كيف يتحدث إلى الغرب الذي يقدم المصالح على المثل. ما رأيك؟ سيد ميلر، أنا كان هذا هو سؤالي إليك الخاص، بأن السيسي فهم العقلية الغربية، أنظمة الحكم لا تهتم بمسائل حقوق الإنسان ولكن تهتم بمصالحها في المقام الأول، سواء كان ذلك أمن إسرائيل، مبيعات الأسلحة، الوقوف ضد الهجرة غير القانونية، وبالتالي السيسي فهم ويفهم جدا كيف يفكرون في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هو ناجح حتى هذه اللحظة.
يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد أندرو ميلر، لم يستمع لسؤالي للمرة الثانية. على حال أشكره شكرا جزيلا. السيد أندرو ميلر نائب مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط. لعل هذا أيضا هو سؤالي لك سيد منشاوي، فيما يخص يعني أن السيسي نجح بشكل أو بآخر في فهم هذه العقلية الغربية، أنظمة الحكم يعني، وأنها يعني تسير وراء المصالح حتى ولو كان على حساب يعني المثل وحقوق الإنسان إلى آخره. ما رأيك؟ بالطبع العالم الغربي والولايات المتحدة تحديدا ليس من مصلحتها وجود دول عربية أو دولة مصرية ديمقراطية. هناك أنظمة تدور في فلكها تنفذ ما تريده هذه الدول في ملفات الإقليمية الهامة. الملف المصري ليس ملفا هاما لواشنطن طالما أن الأوضاع تحت السيطرة، طالما أن ليس هناك عنف أو انهيار للدولة كما الحال في ليبيا أو سوريا أو العراق. هم لا يريدون لملايين المصريين أن يهاجروا للقارة الأوروبية عن طريق الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط. الحريات وحقوق الإنسان واحترام الأقليات حتى ليست قضية هامة لواشنطن أو غيرها من العواصم الأخرى. ما يهمهم هو الدور المصري في القضايا الإقليمية الهامة لهم ولمصالحهم، وخاصة ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. الوثائق الأمريكية وكثير من المؤرخين يذكرون أن كل الضغوطات على الرئيس السابق حسني مبارك من أجل القيام بانفتاح سياسي وانتخابات حرة وخلافه كان الهدف الضغط عليه كي يلين من موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ويضغط أكثر على تنظيم حماس وعلى حزب الله وأن لا يقيم علاقات جيدة مع إيران. فالأهم لهم مع مصر هي وجود دولة خاضعة لهم ولأجندتهم الإقليمية وليس حقوق الإنسان المصري. ده معناه سيد منشاوي أن أي اعتماد على أن الغرب من الممكن أن يضغط على السيسي لتغيير أدائه أو تعاطيه مع مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى آخره، هذا غير مجدي بالمرة؟ تماما. أعتقد أن هذه أوهام عند البعض يروج لها ويريدها، لكن إذا رأينا سجلات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا خلال السنوات منذ منتصف 2013 حتى اليوم، هي سجلات ناصعة في التعاون الاقتصادي والمبيعات العسكرية من كل هذه الدول. لم تكترث أي هذه الدول لما تخرجه منظمات حقوق الإنسان الدولية المحايدة عن تردي الأوضاع في مصر، عن ما حدث في فض اعتصامات رابعة والنهضة. هذا كلام ليس هاما لهم. حتى عندما قتل مواطن إيطالي اسمه روجيني وضغطت الشركات الإيطالية خدمة لمصالحها في قطاع الغاز وغيره، أعتقد أن من يعول على الغرب هو واهم. الديمقراطية المصرية شأنا داخليا، والغرب يتعامل مع الرئيس الموجود في مصر سواء كان اسمه السيسي أو مبارك أو حتى محمد مرسي. هذا نقطة غير هامة لهم. هم يهتمون بمصالحهم فقط. وأصبح اليوم هناك لاعبون إقليميون مثل الإمارات والسعودية وإسرائيل حتى في الشأن المصري لهم دور أكبر وتأثير أكبر على صنع السياسة المصرية. ده معناه دكتور صفي ان احنا ممكن نرى رضا من الغرب وفقا لكلام السيد المنشاوي اذا اراد السيسي ان يستمر في الحكم ويغير الدستور بعد 2022؟ لن يعترض احد سواء سيد البيت الابيض ترامب او حتى الحكومات الغربيه على هذا؟ ليس لدرجه تدمير المصالح الامريكيه، وليس لدرجه حتى يعني التنديد به على وسائل الإعلام. يعني حتى إذا كان هتبقى مناقشة في خلف أبواب مغلقة، لكن لن تكون يعني مصادمة أو حتى جدال كبير يصل فيه. يعني هو ما حكى جلدك اللي ظفرك، لازم المصريون جميعا يفهموا أن حل المشكلة المصرية هي داخل مصر. أوافق مع الأستاذ المنشاوي في كل ما قاله. الحل في مصر، الحل في يد شعب مصر إذا استطاع أن ينتزع حريته مرة أخرى بثورة ضد هذا الرجل وضد حكمه وعصابته، يبقى ستعود مصر إلى مكانتها وإلى والإنسان المصري يعود إلى كرامته وحقوقه البسيطة، يعني الأكل الطعام والصحة والتعليم العادي يعني. لكن عدا هذا لن تفيدنا. الفلسفة الحقيقية لأمريكا هي البراجماتية، وهذا معروف ويعني ذكر في كل المحافل العلمية
منذ الفيلسوف الأمريكي جون ديوي، وده كان في حوالي في 1920 يعني 1920 أو حاجة زي كده، وكان من أكبر علماء الاجتماع المرموقين والمحترمين، وأصبحت هي فعلا سنة الإنسان الأمريكي. أشكرك شكرا جزيلا السيد صفي الدين حامد أستاذ العلوم السياسية، كنت معي عبر سكايب من واشنطن. كما أشكر ضيفي من واشنطن أيضا الكاتب الصحفي محمد المنشاوي، كان معي عبر سكايب. ومن القاهرة أشكر ضيفي عبر الهاتف السيد سليمان جودة الكاتب الصحفي. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل، نواصل المسائية وفيها الرئيسان الأمريكي والمصري يلتقيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيسي يصف ترامب بالرئيس العظيم الذي أحدث تغييرات فريدة في سياسة أمريكا على مستوى العالم. ابقوا معنا. المؤتمر السنوي لحزب العمال في بريطانيا أحد أهم الأحداث السياسية في أوروبا. 13,000 مشارك يبحثون مواقف الحزب من قضايا داخلية وخارجية، أهمها القضية الفلسطينية ومزاعم معاداة السامية، الانتقادات الموجهة للحزب ولزعيمه جيرمي كوربين. المؤتمر السنوي لحزب العمال على الجزيرة مباشر. أهلا بكم من جديد. حالة من الغزل المتبادل ظهرت اليوم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي بعد لقاء سريع بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قال الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على تويتر، قال: كان شرفا عظيما لي أن أرحب بالرئيس السيسي في الولايات المتحدة، ووصف اللقاء بأنه من الاجتماعات العظيمة. بينما جاء رد السيسي سريعا عبر صفحته على الفيسبوك بقوله: شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس ترامب والذي أحدث تغييرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. شرف عظيم أن نستقبلكم هنا اليوم، أنتم صديق كبير وعظيم، والعلاقة مميزة، العلاقة الثنائية مميزة وقوية جدا وثيقة جدا مع مصر، وهنالك أيضا أوجه وثيقة جدا من التعاون على شتى المستويات منها العسكري والتجاري وغير ذلك. أهلا بكم. فخامة الرئيس، أنا سعيد لي وعظيم الشرف أن أترككم فخامته، وهنيكم على كل النجاحات التي تحققت خلال أقل من عامين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من واشنطن البروفيسور دانيال برومبرغ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون. أرحب بك سيد دانيال، وأبدأ بفكرة التناغم أو الكيمياء التي تبدو دائما تبدو بين الرئيسين ترامب والسيسي، وظهرت بالأمس في لقائهما السريع. كيف تقيمها؟ يعني كيف تقيم العلاقة بين السيسي وبين ترامب؟ Well, they're both strong leaders. هما قائدان قويان من نواحي عديدة، وأيضا لهما نفوذ أو سلطة كبيرة، ويحبان أن يحكم بيد صلبة. ومن ناحية رئيسنا نحن، أي رئيس يشيد به فهو سيشيد به في المقابل، وهكذا يعمل الرئيس ترامب في تعامله مع قادة الدول الأخرى. نذهب الآن إلى صور من العاصمة، من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل لبعض الرافضين لحكم عبد الفتاح السيسي. هم يقفون كان هذا قبل قليل أمام مقر الأمم المتحدة، ينددون ويرفضون حكم عبد الفتاح السيسي كما ترون في هذه الصور والتي كانت أدتنا قبل قليل من نيويورك. دعوني أذكركم مشاهدينا الكرام أنه قبل ساعات كان هناك لقاء تم بين
بين ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأ أن هناك، رغم أن اللقاء كان لمدة 5 دقائق فقط لا غير، وفقا لبيان من البيت الأبيض، إلا أن هناك كانت عبارات ترحيب بين الرئيسين وعبارات حملت الكثير حتى من المجاملة. عبد الفتاح السيسي رأى أن ترامب هو واحد من أفضل الرؤساء الذين أحدثوا تغييرات هامة وجذرية في أقل من 2 عامين. ترامب بعد ذلك غرد أنها كان اجتماع عظيم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذه الصور كانت جانب من هذا اللقاء، والذي أذعناه في حينه على الهواء مباشرة على شاشة الجزيرة مباشر. مشاهدينا الكرام، إلا أنه في سياق آخر بدأ أن هناك جهات داخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها الخارجية الأمريكية على سبيل المثال رفضت تعاطي النظام المصري مع مسألة وملف حقوق الإنسان وانتقدته بشكل كبير. وكان قبل ذلك هناك انتقاد واضح وصريح من قبل المفوضية العامة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خصوصا بعد موجة الإعدامات الكبيرة التي حدثت في مصر في قضية فض اعتصام 4 العدوية. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، الرئيسان الأمريكي والمصري يلتقيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكما ذكرت لحضراتكم، السيسي وصف ترامب بالرئيس العظيم الذي أحدث تغييرات فريدة في سياسات أمريكا. فلنشاهد. شرف عظيم أن نستقبلكم هنا اليوم. أنتم صديق كبير وعظيم، والعلاقة مميزة، العلاقة الثنائية مميزة وقوية جدا وثيقة جدا مع مصر، وهنالك أيضا أوجه وثيقة جدا من التعاون على شتى المستويات منها العسكري والتجاري وغير ذلك. أهلا بكم. فخامة الرئيس، أنا سعيد لي وعظيم الشرف أن أترك في فخامتك، وهنيكم على كل النجاحات التي تحققت خلال أقل من عامين. نعود مرة أخرى لهذا الحوار الهام مع السيد أو البروفيسور دانيال برومبيرغ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، بعد أن انتهت المشكلة الفنية. عودة إليك سيد بروفيسور دانيال، كنا نتحدث عن الكيمياء التي تجمع بين الرئيسين ترامب والسيسي، كيف هي أثرها على العلاقات المصرية الأمريكية؟ أعتقد أن التفاعل جيد، من هذا واضح، الرجلان قائدان زعيمان كبيرة. من ناحية نفسية لكل منهما يشعران بعدم الأمان ويحتاجان إلى الإشادة من الآخرين، وما لم يحصل على ما يريدانه فلا يشعرون بالأمان، وبناء على ذلك قد تكون النتائج جيدة أو تبدو جيدة، لكن أنا متأكد أنهما يتبادلان والمخاوف والانتقادات، ليس فقط من مجتمع حقوق الإنسان ولكن أيضا من الزعماء وأيضا في الكونغرس بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في مصر. لذا من الصعب أن نفهم من لقاء 5 دقائق بين الرئيسين أنه لا توجد هناك مشاكل عميقة في المجتمع المصري وفي حقوق الإنسان.